جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل عن القضاء، قضاء رمضان شيخ صالح، فيقول: من أراد أن يقضي أياما من رمضان هل يجوز أن يصوم يوما ويفطر يوما، أو يلزمه عدم الإفطار حتى نهاية القضاء؟ القضاء من رمضان يجوز متتابعا ويجوز متفرقا، لأن الله تعالى يقول: فعدة من أيام أخر، ولم يشترط سبحانه التتابع، ولكن إذا حصل التتابع فهو أفضل، لأن فيه مبادرة إلى أداء الواجب وتفريغ الذمة من الدين. فإذا حصل التتابع فإنه أحسن، وإذا لم يحصل فالأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم.